النادي الاهلي، واتكلمنا عن ضبط النفس بين من الجماهير النادي الاهلي وكمان لاعبي النادي الاهلي، وفكره تقبل الهزيمه. لكن الحقيقه عندنا فيديو بيؤكد ان فكره عدم تقبل الهزيمه عند لاعبي نادي الزمالك سواء بقى على مستويات كل فرق سواء طايره او يد او سله والخساره تحديدا امام النادي الاهلي بيكون في مشكله معينه ولازم في منهج كده بيسلكوه. تعالوا نشوف الفيديو ده ونرجع نعقب عليه. خلاص هو كان النادي الاهلي كان يكفي التعادل ناخد الدوري في المباراه دي. نعم. وطبعا النتيجه كانت 1-0 والهدف ده اعتقد كان في الدقيقه يعني 42 43 تقريبا، يعني المباراه كانت انتهت والدوري كان انتهى. فاحنا يعني كده بالبلدي كده قلنا ايه نضلمها بقى علينا وعلى النادي الاهلي وعلى كله ونعمل الواقعه دي بامانه يعني. لكن هي الكوره ما كانتش اوف سايد خالص بقى. لا طبعا الكابتن نبيل محمود كان بيتكلم عن احداث مباراه 96 الشهيره، كابتن حسام حسن سجل هدف وهو بيقول بنفسه ان الكره ما كانتش اوفسايد خالص، لكن المنهج كان ايه؟ النادي الاهلي هيحقق البطوله وفوز على الزمالك وهيحتفل مع الجماهير. طب احنا نمنعه من الاحتفال مع الجماهير ده ازاي؟ ان احنا بالبلدي كده نظلمه علينا وعلى النادي الاهلي ونبدا نشكك في فكره التحكيم، واصل الحكم كنا محتاجينه والحكم مش كنا محتاجينه. بالمناسبه وبالفعل المباراه دي اعترض الاهلي والزمالك على حكم مباراه وجاء حكم اللي اعترض عليه نادي الزمالك. لكن في الدور الاول وده اللي محدش بيذكره ابدا ان الاهلي اعترض في لقاء القمه على الكابتن جمال الغندور وبرضه جاء الكابتن جمال الغندور. اعتقد منهج واضح يا فارس من قديم الازل وفي كل الالعاب. منهج واضح وهناكد عليه اكتر، يعني الزمالك بيجيد فن الكرسي في الكلوب. الحكم مارك باتا حكم نهائي كاس مصر سنه 97 بين الاهلي والاسماعيلي، الاهلي خسر البطوله والاسماعيلي فاز بيها، فاكيد الحكم ده كان مميز جدا. نطلع نشوف كابتن محمد صبري قال عليه ايه وبعد كده رجع قال عليه ايه ونوقع، وما بين فيديو وفيديو هيكون لنا تعليق مهم جدا. نطلع نشوف الفيديو اهي. انا فاكر ان لعبه الفوز والنادي من الحكام وهذا الكوره فهو بيجيبوا حكام اجانب من رياض القمه زي دي ومباريات كبيره زي دي والمفروض ان هو تحدد مصير دوري ومصير المفروض موسم كامل، فجيبوا حكام على مستوى عالي. يعني انت بتدفع فلوس وبتجيبوا الحكام دي، فجيبوا حكام على مستوى عالي طالما بتدفع كده كده فلوس. الحكم ده ما نعرفوش، ما نعرفوش اي تاريخ، لا حكم زي حكم الفرنسي اللي هو حكم ماتش الزمالك الاهلي والاسماعيلي ده حكم 10 10 طب ما تجيبوه، ما حكم ماتش ثاني ومباراه زي كبيره زي دي انتوا جايبين حكم مثالي مش معروف ملوش اي خبره في مجال التحكيم. يعني كابتن محمد صبري بينادي على اللاعبين اللي حي راجل في الحزم، هي دي الكوره المصريه دلوقتي، حامل الكوره جايب حاجه بقلاوي في حاجه بقلاوي عشان ياخدوا البطوله ولا البطوله هتسحلها اهو شباب شباب. اتحاد الكره خد راي كابتن محمد صبري واشادته بالحكم لانه حكم محترف وراح جابه في ماتش الزمالك. ايه اللي حصل؟ الزمالك انسحب من المباراه قمه 99 بعد طرد كابتن ايمن عبد العزيز في بدايه المباراه. هي دي الفكره. وعلى فكره يا جماعه حابين نقول حاجه، دايما هتسمعوا فكره ثقافه الفوز، النادي الاهلي زي ما بيمتلك ثقافه الفوز هيمتلك ثقافه الهزيمه. الناس هتستغرب اللفظ يعني ايه ثقافه الهزيمه، مش معناها ان انا اعتادي الهزيمه، ثقافه الهزيمه معناها ان انا اقدر اتعامل مع الهزيمه بالشكل المحترف والمنضبط اللي يليق بالنادي الاهلي. عشان كده دايما هتلاقوا تفاوت كبير جدا بالتعامل مع المواقف دي، ودايما في ناس هي اللي بتحب ترد على نفسها يعني. لا وعشان كده كمان النادي الاهلي يا فارس لما بيقع بيكون له 1000 قومه. ليه؟ لان هو مش بيعلق بيدور على شماعات للفشل. احيانا كتير جدا بنخسر بطولات بسبب اخطاء خارجه عن ارادتنا او مش تحت سيطرتنا، تحكيم، ظروف مباراه بدون دوليين او ما شابه، لكن دايما النادي الاهلي بيكمل على طول وبيرجع لان بيحط ايديه على عيوبه اللي كانت ممكن تخليه ينتصر حتى على الاشياء دي بالظبط. فبالتالي النادي الاهلي كان بيرجع دايما. لكن الحقيقه اللي انا مستغرب له ان الحكم فرنسي وكابتن محمد صبري بيقول جايبين حكم اهلاوي. احنا بنشكرك ان انت بترد على شعبيه النادي الاهلي اللي كانت وصل فرنسا كمان في التسعينات، لكن الحقيقه كابتن محمد اللي هيرد عليك في موضوع الانسحاب الشهير في اول بعد اول 4 دقائق هو صاحب الواقع نفسه الكابتن ايمن عبد العزيز في حوار لا يخلو من الصراحه اللي نادرا ما تحدث ودايما بتحدث متاخر زي ما كابتن نبيل محمود اتكلم عن الموضوع بعد 20 سنه. تعالوا نشوف الكابتن ايمن عبد العزيز قال ايه مع الكابتن احمد شوبير ونرجع نعقب. الحكم كان اسمه باتا فرنسا، مارك باتا الحكم الوحيد اللي مش هقدر انساه لحد دلوقتي. وكان لسه قانون جديد، كان لسه حتى ما طبقش يعني مش عارفينه في مصر. كانت طبقه بره لسه ما طبقش في مصر. لسه ما في مصر وحتى لما جه الراجل ما قالناش. ما هو على اساس ان احنا عارفين يعني. لكن هو خلاص كان لازم ياخد القرار وخد القرار طبعا. ساعتها طبعا مجلس اداره نادي الزمالك اتحل، حصلت طبعا مشاكل كتير جوه الاوضه، حصل جوه الاوضه مشاكل بيننا وبين بعض.
المجلس والجهاز ايه بقى قول لي احكي لي بقى اول مره الناس منقسمه مين بقى قول لي مين اللي كان مؤيد ان انت تلعبه ومين مؤيد ان انت تسحبه احكي بقى الاسرار مره بقى لا المؤيد بص المؤيد اللي كان نلعب كان مجلس اداره كانوا عايزيننا نلعب طبعا لكن كان طارق مصطفى موجود ومحمد صبري موجود غالبا كانوا لعيبه هم يعني مصرين ان احنا ما نلعبش خصوصا ان كان قبلها كان في مباراه كابتن محمود طارق والزمالك خسر اعتقد 3-0 هم خايفين ان المشهد يتكرر تاني هو قال وقعتين في منتهى الغرابه خلينا نتكلم في الواقع اللي تخص الحاله اللي بنتكلم فيها وكابتن محمد صبري وهي فكره ان الطرد مستحق وان القانون كان بيتطبق في الخارج لكن كان اول مره يطبق على اللاعبين المصريين او في الدوري المصري ودي طبعا بتخلو مسؤوليه الحكم لانه في النهايه طبق القانون لكن هو اشار لنقطه غريبه جدا ويمكن دي اللي خلت الكابتن محمد صبري يتم عقابه بعد المباراه دي قال ان مجلس اداره نادي الزمالك كان عايز يلعب المباراه لكن الكابتن طارق مصطفى والكابتن محمد صبري كانوا مصرين ان هم ما يلعبوش المباراه خايفين من هزيمه اعتقد بعض التصريحات بتدل على ان النادي الاهلي في مكان تاني خالص وكمان بتدينا مؤشر بطولات النادي الاهلي بتيجي منين نطلع فاصل ونواصل برنامجنا بعد الفاصل ان شاء الله